تعالوا بقى، احنا عندنا هنا مكونات عاديه جدا للايه؟ للكفته. عندي حته لحمه مفرومه مش كبيره خالص، وعندي بصل، وعندي طماطم مبشوره عشان دي اللي هتحلي الموضوع قوي، عندي شويه بهارات لحمه، عندي شويه من البيكنج باودر، بس مكونات الكفته، بهارات لحمه وملح وفلفل طبعا. هنعمل ايه؟ هنجيب العيش اهو، العيش بتاعنا. انا برضو مش هعمل لك كميه كبيره، هو هعمل الكميه دي بالرغيفين العيش دول البيتين اهو، نقطعهم برضو. لو مش عندك المكنه دي بتروحي بلاهم وفعجناهم بايديكي، فركاهم كده بايديكي على طول، بس بتاخد سنه وقت عن اللي انا بعمله ده، وانا عشان عايزه اديكوا وصفات كتير بعملها في المكنه دي اسرع، تمام؟ انها ممكن لو قعدت اعملها هتاخد مني سنه وقت، فانت براحتك بقى في البيت تعملي الوقت اللي انت عايزاه. هحط على الرغيفين دول قولي طماطمتين مبشورين كده بميتهم، يعني بدل ما هضيف عليهم ميه هروح حاطه لهم الطماطم المبشوره دي، ماشي؟ وهروح فرماهم. بصوا بقى، انا حطيت بقى وهيام معايا كده، حطيت الايه؟ حطيت البصل المبشور، وحطيت ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، او ملح وفلفل وبهارات. على ايه؟ ايه اللي كان جوه اللي هنا عشان لسه داخل معايا دلوقتي؟ انا جبت عيش بايت، رغيفين عيش بايت، قطعتهم وحطيتهم في الكبه او افرمهم على ايديك زي ما انت عايزه، وحطيت لهم طماطم مبشوره وضربتهم مع بعض كويس قوي، تمام؟ بعد كده ملح فلفل قرفه جنزبيل او ملح وفلفل وبهارات، ونضربهم مع بعض تاني. هتيجي تقولي لي طماطم مبشوره، يعني طماطم مبشوره يعني فيها ميه، يعني هتفك لي الكفته زي ما احنا متعودين. احنا حتى البصل بنبشره، هتيجي حطيتي لي البصل بميته وحطيتي لي الطماطم بميتها، طب الميه هتفك؟ ايه بقى الموضوع؟ لا هقول لك دلوقتي سر هايل جدا. تعالي بس حطي حته اللحمه اللي احنا عايزين نحطها اللي هي الربع كيلو مش اكتر، ماشي؟ هنحط ايه بقى؟ هقول لكم، هنحط شويه بيكنج باودر، وده العادي اللي بنحطه دلوقتي، خلاص بقى عندنا البيكنج باودر ده اللي بنحطه عادي، ومعلقتين من الدقيق. هو بقى ده السر، الدقيق بقى ده هو ده اللي هيعمل لي ايه؟ هيلم لي كل الميه اللي انا حطيتها دي، واروح خلطه بقى كله مع بعض. واروح خلطه كله مع بعض، وابدا اصبع بيه الكفته اهو. فهيديني بقى ايه؟ الماده الدهنيه اللي دايما بنبقى مستنيينها من الكفته، بتاعتنا. طبعا هي دي اغلبيتها عيش، فايه؟ ما فيهاش ماده دهنيه، ومش هحط لها ماده دهنيه من جوه، هي من بره بس اهو كده اهو. بسرعه بسرعه بقى عشان ايه؟ الحق ادخلها الفرن. ادي كفته، بسم الله الرحمن الرحيم. حط لها فحميه بقى عشان تبقى ايه؟ كفته العيش اللي عملناها بثلاث ارغفه من العيش وحوالي ربع كيلو من اللحمه، وعملت لنا كفته.